كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع سعادة السيد كونغ تشاو تشينغ المبعوث الخاص لقضية الشرق الأوسط بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشرة لحوار المنامة. وقد رحب معالي وزير الخارجية بالمبعوث الخاص لقضية الشرق الأوسط بجمهورية الصين الشعبية، مشيدا معاليه بما تشهد العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة من تقدم مستمر يعكس إرادتهما المشتركة ومساعيهما المتواصلة للارتقاء بالعلاقات وتقوية أطر التعاون والتنسيق المشترك، مثنيا معاليه على الجهود التي تقوم بها جمهورية الصين الشعبية لأجل تعزيز التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. من جانبه أكد سعادة السفير كونغ تشاو تشينغ حرص جمهورية الصين الشعبية وتطلعها المستمر لدعم علاقات الصداقة وتعزيز التعاون مع مملكة البحرين على كافة المستويات، متمنيا لمملكة البحرين كل التقدم والرخاء.